يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. بسم الله نبدأ بنستعين. بيّن الله سبحانه وتعالى بيّن الله في هذه الآيات ما سيكون إليه المآل والمصير فيما لو فعلوا ما فعلوا. أحبتي الكرام، من قوة البلاغة وأسرار التعبير في القرآن أن الله عز وجل وهو القوي العزيز الحكيم ينقل العبد القائل لكلامه من موقف إلى موقف. فإن الكلام في الأول كان عن أفعالهم وأقوالهم، وإذ يقول المنافقون وإذ قال طائفة منهم، ثم عما سيحصل كشف ما في قلوبهم ولو دخلت عليهم من أقطارها ولقد كانوا عاهد الله من قبل. ثم ربط الله بين العبارة الأولى يريدون إلا فرارا وبين مطلع هذه الآية قل لن ينفعكم الفرار. أي فرار الذي أشار الله إليه هناك؟ الفرار من الجبهة، جبهات القتال. لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. هربين من إيش؟ موت أو القتل والنهاية. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. إن قدر الله لكم العيش فهي تمتع قليل، لأن الحياة الدنيا كلها متاع قليل. ثم ربط الله المعاني وربط الله القلوب بقدرته سبحانه وتعالى. ربط الله قلوب من يقرأ كلامه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم في هذا القرآن العظيم والتدبر فيه. ربط الأمر به عز وجل وهو القوي العزيز. يقول الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ تخافي من القتل؟ من الذي يعصمكم من الله؟ كما قال الله عز وجل في آية أخرى ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وجعل هنا الأمر سبحانه وتعالى أعم من قضية القتل مطلقا. تعذيب في الدنيا قبل الآخرة، سوءا أيا كان هذا السوء، ومن أشد أنواع السوء الذي يغفل عنها الغافلون، طمس على القلوب، البعد عن الهداية. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، والاستهزاء بها هذا من أشد، نسأل الله العافية والسلامة، أنواع العذاب للعبيد في الدنيا. نسأل الله العافية والسلامة. إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، نسأل الله من رحمته وفضله. ثم بيّن الله عز وجل، بيّن الله سبحانه وتعالى بأنه لا أحد كائنا من كان أن يكون له من دون الله وليا ولا نصيرا. مهما كنت ما في ولي دون الله ولا نصير دون الله. كما قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التدبر في القرآن وتأمل آيات القرآن والربط والفهم في الربط ما بين الآيات، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.